تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، انطلقت بطولة سموه لسباق القدرة التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وسجلت السباقات التي أقيمت في قرية البحرين الدولية للقدرة مشاركة 215 فارسا وفارسة في السباقات الدولية والتأهيلية لمسافة 120 كيلومتر و100 كيلومتر والسباق المحلي لمسافة 100 كيلومتر والسباقات المحلية التأهيلية لمسافة 40 كيلومتر و80 كيلومتر. واشتملت السباقات على عدة مراحل وسط منافسة قوية وسرعات عالية. هذا وتشهد قرية البحرين الدولية للقدرة إقامة السباق الكبير على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وذلك للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتر وسط مشاركة واسعة من الفرسان والإسطبلات. ومن المؤكد أن يشهد السباق إثارة وندية بين المشاركين سعيا للصعود إلى منصة التتويج وحصد المراكز الثلاثة الأولى.